نختم من فرنسا، حيث قضت المحكمة الجنائية بباريس اليوم الخميس بالسجن لعام واحد نافذ على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وهي أقصى عقوبة يمكن أن تفرض بحقه بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2012 في قضية تعرف ببيج ماليون. وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد 7 أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية التنصت، وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يحكم عليه بالسجن النافذ.